مساء الخير، أهلا بكم إلى نشرة الرابعة من الرياض. نقدم من خلالها أبرز أخبار وملفات السعودية والخليج، وهذه أبرز عناوين اليوم. 19 يوما من الاحتجاجات في إيران، رئيس هيئة الأركان يتوعد المحتجين بالقمع. الأمير محمد بن سلمان يطلق شركة داون تاون السعودية، تطوير وفرص عمل في 12 مدينة. أكثر من 29 ألف مستفيد من قروض البنك السعودي للتنمية الاجتماعية في الربع الثالث من العام الجاري. في الرابعة أيضا، السعودية تفوز باستضافة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 تحتضنها تروجينا في نيوم. وانطلاق مهرجان آجا وسلمى، فعاليات توثق تاريخ وثقافة منطقة حائل شمال السعودية. جدد مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته التي عقدت اليوم برئاسة الملك سلمان التأكيد على الرفض التام لجميع الاعتداءات التي تهدد أمن واستقرار العراق، وعلى أهمية وقوف المجتمع الدولي أمام الانتهاكات الإيرانية كافة التي تخالف القوانين والمواثيق والأعراف الدولية. وشدد المجلس على أهمية وقوف المجتمع الدولي أمام الانتهاكات الإيرانية. إلى التطورات في إيران، حيث تتواصل الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني للأسبوع الثالث على التوالي. نتابع. كما شهدت جامعة العلوم الطبية في محافظة جيلان في شمال إيران اضطرابات للطلاب. من جانبها، اعتبرت المخابرات الأمريكية أن استمرار الاحتجاجات في إيران تنديدا بمقتل الشابة مهسا أميني ومدة انتشارها أمر مفاجئ فعلا. فقد وصف مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز مدى انتشار تلك الاحتجاجات بالصاعق. واعتبر بيرنز في تصريحات لسي بي اس الأمريكية أن الإيرانيين فاض بهم الكيل، سواء من الأزمة الاقتصادية أو الفساد والقيود الاجتماعية والقمع السياسي. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن توعد المسؤولين عن العنف ضد المحتجين السلميين بالعقوبات. هذا ويواصل قادة النظام في إيران هجومهم على الاحتجاجات باعتبارها مؤامرة من الخارج. رئيس هيئة الأركان العامة الإيرانية محمد باقري قال إن الأمن الداخلي أظهر قدرته على حماية النظام والوقوف ضد الفوضى بحسب تعبيره. وكرر باقري اتهام الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء هذه الاحتجاجات التي خرجت عقب وفاة الشابة مهسا أميني خلال احتجازها. تنضم إلينا من لندن الباحثة في الشأن الإيراني منى السيلاوي. سيدة منى، أهلا وسهلا بك معي في نشرة الرابعة. 19 يوما من احتجاجات مستمرة في كافة المناطق والمدن الإيرانية ربما، لكن بداية، إلى أي مدى يمكن تقدير حجم واتساع هذه الاحتجاجات الآن وعمقها أيضا في إيران بالشكل الذي يمكن أن يغير يعني من النظام الإيراني في طريقة تعامله معها أو مع الأسباب التي دعت إليها؟
تحياتي لك وللمشاهدين. يعني أظن لو كانت بالفعل المظاهرات أو هذه الاحتجاجات كانت محدودة لما كسر صمته آية الله خامنئي ويخرج ويهدد، لأنه في العادة كان يتبع استراتيجية أخرى. مثلا في احتجاجات السابقة خرج وادعى التظلم وبكى، حتى تباكى وتباكى البسيج اللي كانوا يتابعونه، ومن ثم بعدما انتهت هذه الاحتجاجات جاء بتمرد يعني بطريقة جدا وحشية وشكر البسيج. ولكن هذه المرة لم يأتي بموقف الضحية ولم يتباكى، بل جاء وتوعد المحتجين. فعلى ما يبدو هو أكيد لديه معلومات أمنية أكثر مني عن مدى اتساع أو جدية الاحتجاجات، لذلك هذه المرة جاء وتوعد المحتجين وطلب قوات البسيج أن يعملوا كما عملوا في السابق. يعني في السابق نحن كان لدينا 1500 قتيل في هذه خلال أسبوعين من الاحتجاجات، عندما كان احتجاجات على ارتفاع سعر المحروقات، فهو طلب منهم أن يعملوا بنفسه طريقة. أما النظام الإيراني فعلا دخل بكل قواه، ولكن على ما يبدو بسبب اتساع هذه الاحتجاجات في كل إيران، القوات الأمنية عاجزة عن التعامل مع هذه القضية. كما إيران في مرحلة حساسة، ممكن حتى هناك شكوك وإشاعات يعني أنه خامنئي هذا بديل له خرج للعلن، لكن وليس خامنئي هذا نفسه، لأنه هو العجز كان الذي يعاني من المرض. ترينه في مسألة التعامل الأمني حتى الآن مع الاحتجاجات، هل يمكن أن يؤدي بالنظام إلى يعني الذهاب في مساحة من المناورة في التعامل بديلا عن المسار الأمني ربما؟ لا أظن النظام الإيراني مستعد أن يغير من تصرفاته، لأنه لا ننسى النساء الإيراني كان يطالبن بقضايا، يعني قضية الحجاب فعلا في إيران قضية ثانوية. مثلا في آخر انتخابات، مثلا بنت هاشمي رفسنجاني قادت حملة أنه يسمح للنساء الإيرانيات يترشحن للانتخابات رئاسة الجمهورية دون أن تطالب أنه مثلا يكون رفع للحجاب وحجاب الاختياري، فقط أنه يغير الدستور اللي مكتوب فيها فقط الرجل السياسي الشيعي يمكنه أن يشارك كمرشح. أو حملة قبلها أنه يضعوا بعض من الكوتا للبرلمان الإيراني حتى النساء يدخلن، جاء برفض قضية حتى قضايا أخرى اللي كان ما كان لها علاقة بالحجاب ولكن كان لها علاقات حقوقية، والنظام الإيراني رفض هذه القضية. فلا يمكن الآن يتراجعوا في قضايا يمثل بالنسبة لهم الرمز. يعني طيب، كيف هذا جمهورية من جانب إسلامية النظام لا يمكن أن ويدعون يتراجع. عصر الثورة وكمان نساءهم لا ماذا عن يقبلن إجابة المحتجين في الحجاب؟ الشارع اليوم؟ هل يمكن القول أن عوامل انفجار هذا المشهد وتحوله إلى ثورة عارمة شعبية إيرانية يمكن أن تؤدي إلى انهيار النظام أو إسقاطه؟ هل هذه العوامل متوفرة في هذه الاحتجاجات الآن؟ لا نعم، لأن هناك شرخ واضح بين طريقة الحكم وبين ما متطلبات الشعب. نحن الآن اللي يحتاجون في الشارع جيل 2000 2010 جيل متعود على حياة أنه هو مواطن لهذا العالم، يتواصل مع دول خارج حدود إيران. يعني نحن لا ننسى المراهقين الآن لما يرتبطون في إنترنت يرتبطون بثقافة مختلفة داخل حدودهم، وحياة في إيران جدا مختلفة عن الحياة حتى الدول الإسلامية الجوارة في إيران. يعني هذا الضغط وهذا الحصر الحريات والتدخل في حياة الخاصة، هذا أدى إلى شباب أنه لماذا لازم نعيش هذا الحياة. يعني يعيشون حياة افتراضية داخل العالم الإنترنت فيها حريات وفيها الحديث عن القيم الحداثة والحريات الفردية، عندما يذهبون إلى المجتمع يعيشون مع أشخاص يريدون أن يتدخلون حتى في طريقة ليتنفس هذا الشخص. فالآن نشوف كثير من المراهقين والمراهقات، يعني أطفال المرحلة الثانوية العامة وحتى الإعدادية، يرفعون شعار ضد هذا النظام. يعني حتى ولو استطاع النظام يحتوي هذه الحركة، كيف يريد يحتوي طلاب الثانوية اللي غدا سيذهبون إلى الجامعة أو يكونون يستلمون المناصب في إيران؟ يعني إيران في هذه الحراك أنا أؤمن حتى لو لم تتحول إلى ثورة لإسقاط النظام، تعتبر هذا الحراك حراك ناجح، وقضية لكن تغيير النظام هل قضية يمكن أن قادمة تحدث فقط على هزة الثورة. داخل النظام الإيراني نفسه؟ يعني
عادة ما تسفر الاحتجاجات على الأنظمة الاستبدادية عن انشقاقات داخل إطار النظام في صفوف النخبة، ربما تؤدي إلى تغيير سياسي أو إلى حالة من الشرق قد تؤدي إلى انهيار هذا النظام من الداخل. هل يمكن أن يحدث ذلك في النظام الإيراني اليوم بالنظر إلى 19 يوما من احتجاجات ما زالت مستمرة تشارك فيها كل الفئات كما قلت؟ يعني لسات النوى الأصلية للنظام متماسك. يعني أنا استبعد قضية أنه والله الجيش يوقف بوجه حرس الثوري، ممكن بعض الاختلافات الداخلية الموجودة، ولكن بسبب الجرائم اللي يرتكبوها بحق الشعب لا يتخلون بهذه القضية بسهولة. بعض من الفنانين نعم، وبعض من القوات ممكن الأمنية اللي ليس لديهم مناصب عالية أعلنوا انشقاقهم، وبعض من الفنانين لأنه لديهم تخوف أو يحسون أنه في حال إسقاط النظام سوف يفقدون أي شيء، ولكن أنه هل يكون هناك نوع من انشقاق بهذه الجدية أنه الجيش يوقف بوجه حرس الثوري ويحمي الشعب؟ أنا استبعد ذلك. يعني النظام الإيراني بهالدرجة غير قابل للإصلاح وغير قابل للتراجع، اللي على ما يبدو سيذهب أيضا بطريقة عنيفة، لأنه هو أيضا لا يتعامل مع الشعب إلا بلغة العنف. شكرا جزيلا لك من لندن الباحثة في الشأن الإيراني منى السيلاوي. إلى الشأن اليمني، حيث سمع دوي 3 انفجارات في مواقع مختلفة من صنعاء. رجحت مصادر محلية أن تكون الانفجارات ناتجة عن فشل محاولات حوثية لإطلاق صواريخ باليستية. وأفادت المصادر بأن الانفجارات وقعت في معسكر الفرقة الأولى مدرع ومعسكر النهدين ومعسكر عمد في مديرية سنحة. وكشف أيضا مصدر عسكري عن اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش اليمني وميليشيا الحوثي في جبهة الطوير في غرب تعز. وذكر المصدر أن عناصر من ميليشيا الحوثي كانت قد هاجمت في وقت متأخر من الليل مواقع الزنابيل وقرية الزريع وعاطف في الجبهة ذاتها، إضافة أو أفضت بدورها إلى مواجهات دامية استمرت 5 ساعات مع القوات الحكومية العسكرية. في 4 بعد قليل، ولي العهد الكويتي يلتقي رؤساء الحكومات السابقة في إطار مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة. أهلا بكم جديد. أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن إطلاق شركة داون تاون السعودية لإنشاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات متنوعة في 12 مدينة في أنحاء السعودية. ستسهم الشركة في تطوير البنية التحتية لها وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص عبر تقديم الفرص الاستثمارية الجديدة في قطاعات الأعمال والتسوق والسياحة والترفيه والإسكان. انضم إلينا هاتفيا من الرياض رئيس مجلس إدارة شركة داون تاون السعودية المهندس إبراهيم السلطان. حياك الله مهندس إبراهيم معي في نشرة 4. أولا، ماذا يعني إطلاق هذه الشركة الآن في هذا التوقيت؟ يعني وعن أهمية المشاريع التي يمكن أن تتعامل معها وتتصدى لها خلال الفترة القادمة. مساء الخير أستاذ خالد. إطلاق شركة داون تاون السعودية يأتي امتداد وتأكيد على حرص واهتمام سمو ولي العهد حفظه الله بإطلاق مشاريع تنموية في جميع مناطق المملكة، طبعا هذا لخدمة المواطن ورفع جودة الحياة وتأسيس مشروعات استثمارية جاذبة في جميع المناطق وخلق اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي. طبعا شركة داون تاون السعودية هي شركة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة،
وتعمل على تطوير وجهات ومراكز حضرية متعددة الاستخدام كما ذكرت في 12 مدينة سعودية، وتشمل أيضا 11 منطقة من مناطق المملكة. وتركز هذه الوجهات على مواقع الأعمال، السياحة، التسوق، الترفيه، السكن، وأيضا تحاول أن تبرز المزايا النسبية لكل منطقة ولكل مدينة، وما يعزز يعني الهوية الثقافية لها، وأيضا تحاكي الطرز المعمارية الموجودة. وهذه المشاريع بحول الله ستسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير الفرص الوظيفية وتحسين جودة الحياة في مختلف مدن المملكة. لكن وش الجديد، وش المختلف بالنسبة والمميز بالنسبة لداون تاون؟ يعني نسمع بهذه المستهدفات اللي هي تطوير الواجهات الحضرية، جودة الحياة، مشاريع جديدة وغيرها عند إطلاق أي مشاريع، لكن ما المميز في داون تاون أو في شركة داون تاون؟ يمكن أهم ما يميز يعني أو ما هو مختلف ثلاث أشياء. أي. الأول أن مشاريع الشركة هي شمولية التطوير في مختلف مناطق المملكة. هذا الأول. الثاني أن ستكون هالمشاريع هذه اللي تطورها الشركة عبارة عن وجهات ومراكز حضارية متعددة الأغراض والاستخدامات، يعني بمعنى أنها ستقدم فرص تجارية واستثمارية متميزة ومتنوعة للقطاع الأعمال والقطاع الخاص في مجالات أيضا كثيرة تشمل التجزئة، المكاتب، الترفيه، الثقافة، الفنون، الأنشطة الترويحية والاستجمام، المعارض والمؤتمرات، السكن وغيرها من المجالات اللي يصعب أن تجتمع في مشروع واحد. النقطة الثالثة هي اللي يمكن أتكلم عنها أن الشركة هي طبعا مطور رئيسي وممكن في نفس الوقت، بمعنى أنها طول عمرك ستعمل على تطوير البنية التحتية لتلك المشاريع، ومما يمكن المستثمرين ويعزز مشاركة القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة. لما نقول داون تاون معناته هذه المشاريع في 12 منطقة المعلن عنها راح تكون في وسط هذه المدن وفي وسط هذه المناطق مهندس إبراهيم، بالتالي نتكلم عن عمليات ربما تسبق البدء بتنفيذ هذه المشاريع. طبعا هي طول عمرك في 12 مدينة و11 منطقة، لكنها لا تعني أنها في وسط الداون تاون. أيوة. لا تعني أنها وسط المدينة، قد تكون في وسط المدينة أو في مواقع أخرى من المدينة، لكن كلها مواقع مهمة. يعني هي بتصير وجهات يعني للتسوق، للترفيه، للسياحة وهكذا. يعني الأثر الاقتصادي المتوقع من مثل هذه المشاريع أو مشاريع داون تاون تحديدا في هذه المناطق؟ طبعا الشركة أو شركة داون تاون راح تطور أراضي تقريبا تزيد عن 10 مليون متر مربع في مختلف المناطق. طبعا هذه المشاريع بمشاركة القطاع الخاص والشركات الصغيرة المتوسطة ستساهم إن شاء الله في زيادة الناتج المحلي الوطني غير النفطي على المدى الطويل، بالإضافة أنها راح توفر عشرات الآلاف من الفرص الوظيفية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لأهالي تلك المناطق. الخطوة الأولى بعد إعلان الشركة وإطلاقها والحديث عن أهدافها، ماذا ستكون الخطوة الأولى؟ العمل في المناطق اللي ذكرتها أيضا الاثنتي عشرة، هل سيكون متزامن أم أنه ستكون هناك مناطق معينة لها الأولوية من خلال هذه المشاريع في الفترة الأولى القريبة؟ نعم، طبعا الشركة الآن بعد الإطلاق هي تعمل الآن على التطوير الجانب العمراني في المشاريع، يعني أعمال التصميم العمرانية والمعمارية وتحديد أيضا الشركاء وتحديد نوعية هذه المشاريع والشركات. هذه ستتم الآن في الفترة القادمة، وبيعلن طول عمرك لاحقا عن مراحل التطوير، من وين نبدأ أولا، من يبدأ ثانيا، بتعلن تباعا إن شاء الله. أشكرك شكر جزيل رئيس مجلس إدارة شركة داون تاون السعودية المهندس إبراهيم السلطان.
في الكويت استقبل ولي العهد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح رؤساء مجالس الوزراء السابقين في إطار المشاورات التقليدية لتشكيل الحكومة الجديدة. وكان ولي العهد الكويتي استقبل بالأمس رئيسي مجلس الأمة السابقين لمشاورات تشكيل الحكومة بعد انتهاء أو انتهاء انتخابات مجلس الأمة. وإلى سلطنة عمان، حيث سجلت الرحلات الدولية القادمة والمغادرة من مطارات مسقط وصلالة والصحار نسبة نمو بلغت 142% حتى نهاية شهر يوليو الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2021، فيما ارتفع عدد القادمين بنسبة 187% بلغ إجمالي الركاب القادمين والمغادرين والترانزيت في مطارات مسقط وصلالة وصحار والدقم نحو 5 ملايين راكب. كشف الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للأسكان محمد البطي للعربية أن العاصمة الرياض سيكون لها النصيب الأكبر من 150,000 وحدة سكنية التي ستعمل على تطويرها بموجب الاتفاقية التي وقعتها مؤخرا وزارة الشؤون البلدية والقروية والأسكان. الوطنية للأسكان تعمل على زيادة ضخ معروض عقاري في مختلف مناطق المملكة. احنا شهدنا قبل أسبوع تقريبا توقيع اتفاقية مع الوزارة لتقوم الشركة بتمويل استثمار 40 مليار ريال في تطوير 150 ألف وحدة سكنية على مستوى المملكة في 11 مدينة. طبعا النصيب الأكبر سيكون لمدينة الرياض. مدينة الرياض عندنا ضاحيتين إن شاء الله ستطلق قريبا، ضاحية خزام في شمال الرياض فيها قرابة 30 ألف وحدة سكنية، وأيضا ضاحية الفرسان في شمال شرق الرياض ممكن قرابة 45 ألف وحدة سكنية. بدأ المركز السعودي لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر مشروع الإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة للمراعي من خلال زراعة أكثر من 12 مليون شجرة وشجيرة برية، إضافة لتأهيل أكثر من 225 ألف هكتار من أراضي المراعي في عدد من مناطق السعودية حتى عام 2030. يهدف المركز من خلال مبادرته إلى تنمية الفياض والروضات وجمع البيانات والدراسات لإعداد الخرائط لزراعة أنواع مختلفة من الأشجار والشجيرات البرية المحلية، إضافة لتعزيز المشاركة المجتمعية. في الرابعة أيضا ولكن بعد قليل، قناة العربية تفوز بجائزتين في منتدى الإعلام العربي، وخالد المالك شخصية العام. تسعة عشر يوما من الاحتجاجات في إيران، رئيس هيئة الأركان يتوعد المحتجين بالقمع. الأمير محمد بن سلمان يطلق شركة داون تاون السعودية تطوير وفرص عمل في 12 مدينة. أكثر من 29,000 مستفيد من قروض البنك السعودي للتنمية الاجتماعية في الربع الثالث من العام الجاري. والسعودية تفوز باستضافة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 تروجينا في نيو. انطلاق مهرجان أجا وسلمى، فعاليات توثق تاريخ وثقافة منطقة حائل في شمال السعودية. أهلا بكم من جديد. كشف تطبيق توكلنا عن وصول طلبات التسجيل للتبرع بالأعضاء إلى 491 ألف طلب. الزميل عبد الرحمن العصيمي زار مركز التبرع بالأعضاء في مستشفى الملك فهد التخصصي في الدم. ما نتابع هذا التقرير. إقبال كبير تشهده السعودية على طلبات التسجيل للتبرع بالأعضاء. تطبيق توكلنا أعلن أن 491 ألف شخص أنهوا تسجيلهم للتبرع بأعضائهم عبر التطبيق خلال العام الماضي. هنا في المنطقة الشرقية في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام وصل عدد عمليات زراعة الكلى لنحو 1600 مريض، بالإضافة إلى 400 عملية لزراعة الكبد. فشل الكلوي أكثر وتوفر الأعضاء في الكلى أكبر، دعم الأهالي للمرضى ملاحظ جدا، والحمد لله كما ذكرت هناك زخم جيد
لمتبرعين ميتين دماغيا لمن لا يتوفر له الأعضاء، ثم يأتي بعد ذلك زراعة الكبد. مركز زراعة الأعضاء بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام كشف أن عدد المصابين بالفشل الكلوي في السعودية يصل إلى 20,000 مريض، هذا العدد يزداد سنويا بنسبة 10 إلى 20%، ما يؤكد الحاجة الماسة إلى التبرع بالأعضاء. تمت الزراعة ولله الحمد، والآن أنا بصحة جيدة، والآن تقريبا لي 80 يوم على بداية الزراعة، وزي ما انتم شايفين يعني في أتم صحة والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الرعاية كانت ممتازة والمتابعة أيضا ممتازة. كملت أسبوع في المستشفى وطلعت، وهذا أول موعد لي أجي وأتابع. مهتمين جدا بموضوع تثقيف الأدوية والرعاية بشكل تام. مركز زراعة الأعضاء بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام تأسس عام 2008 لتلبية الحاجة المتزايدة لزراعة الأعضاء عبر العمل المشترك مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء ولجان الصحة في المنطقة الشرقية ومستشفيات أخرى في دول مجلس التعاون الخليجي. عبد الرحمن العصيمي من المنطقة الشرقية العربية. سجلت مؤشرات أعمال بنك التنمية الاجتماعية في السعودية ارتفاعاً ملحوظاً في الربع الثالث من العام الجاري في عدد من الأنشطة، وكشفت المؤشرات المعلن عنها من خلال تقرير البنك الربعي عن ارتفاع تمويل المنشآت الصغيرة والناشئة بنسبة 35% بقيمة بلغت 2,300,000,000 ريال، بالإضافة إلى وصول حجم التمويل في نشاط تمويل العمل الحر إلى 250,000,000 ريال، مكنت أكثر من 10,000 مستفيد من مزاولة أعمالهم الحرة التي ساهمت في دخول أكثر من 97,000 عاطل إلى سوق العمل منذ مطلع العام الجاري. وخلال الربع الثالث أيضا شهد التمويل الاجتماعي ارتفاعا بنسبة 74% ليصل التمويل إلى 1,100,000,000 ريال، استفاد منها نحو 19,000 مواطن ومواطنة. انضم إلينا في استديوهاتنا من الرياض نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في بنك التنمية الاجتماعية المهندس سلطان الحميدي. المهندس سلطان حياك الله معي في الأسرة الرابعة. أولا خلينا نقرأ في دلالات هذه الأرقام، الارتفاع اللي حصل بنسبة 35%، ما الأسباب والنتائج؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن أحد أهم الأسباب خلال الفترة الماضية هي الحمد لله تركيزنا على رحلة العميل، إضافة منتجات اللي هي منتج سيولة وكذلك منتج نقاط البيع، ساهمت بشكل كبير في وصولنا للشريحة المستهدفة وتقليل رحلة العميل، وهذا هو الأهم. ممتاز. طيب الدعم هذا يوجه لمن يعني؟ وأيضا هل هناك مناطق لها الأولية في الدعم عن غيرها ولا متساوية؟ الدعم يوجه لرواد ورائدات الأعمال. إذا تكلمنا على المناطق يعني حب نبشركم ولله الحمد أن 65% من هذه الأرقام وهذا التمويل رايح للمناطق الطرفية، 35% رايح لمدينة الرياض وجدة والدمام. دعم الرياديين والرياديات هو من أهم المنجزات وأهم أهدافنا في البنك لفعلا إدخال هذا الشباب السعوديين وشابات السعوديات لسوق العمل. لما تقول لي 65% المناطق الطرفية، يعني هل لها الأولوية هذه المناطق بالنظر للمناطق الأخرى؟ احنا دائما نحرص أننا في المناطق الطرفية من خلال فروعنا المنتشرة حول المملكة، عندنا 24 فرع، أن نصل للمستفيد. طبعا وصولنا ليس فقط للتمويل، احنا هنا نحاول نكون قريبين من العميل من الفكرة إلى التوسع، فيكون في دورات تأهيل وتدريب وحريصين على أننا نعطي التمويل فعلا للمستفيد. هذه الرحلة كيف تبدأ وكيف تنتهي أيضا؟ تبدأ من طبعا من طرف العميل، يكون عنده فكرة وندرسها معه من خلال مركز دلني، ساعدنا عدة من المستشارين في أنهم يدرسون الفكرة، كذلك موظفين البنك الأكفاء يدرسون الفكرة، كذلك الشريحة المستهدفة وهو احتياج التمويل، ويكون في دراسة
يقدمها العميل، بعد كذا يحصل على التمويل. يعني هي الفكرة تبدأ، هو يعطيكم الفكرة وأنتم تدرسوها أو تساعدوا في دراستها، ولا صحيح. هو يقدم لكم دراسة جدوى اقتصادية وغيرها من الأمور بالإضافة إلى الفكرة؟ يأخذ دورة تدريبية تقريبا أسبوعين، وبعدها يكون قادر على أنه يبني هذه دراسة الجدوى. وأنتم دوركم هل يقتصر فقط على التمويل، أو أنه لا من خلال المستشارين هناك دور أكبر أيضا من الصندوق؟ صحيح، يمكن ذكرت أننا نكون معه من بداية الفكرة، نعطيه الأرقام المستهدفات، يعني إذا في مناطق إيش في احتياجات مثلا أو تركز معين في مناطق معينة، فإحنا حريصين دائما أنه يكون دائما دور البنك أكثر من فقط التمويل. ولو واجه مشكلة خلال رحلة التمويل، خلال رحلة دخوله لسوق العمل، سوق العمل فإحنا نساعده من خلال مستشارين. بعض العملاء مثلا يواجهون مشاكل محاسبية تسويقية، يكون مستشارين دائما قادرين على أنهم يعطونهم النصائح. أنا ودي تعطينا أمثلة على المشاريع اللي دعمتوها أنتم، يعني واللي بدأت كمشروع يعني صغير ضمن المشاريع المتناهية للصغر، ثم بعد ذلك وصلت إلى يمكن مشاريع مليونية أصبحت، إذا جاز لنا وصفها بعد الشيء. صحيح صحيح، والله قصص النجاح كثيرة. حلو. الحمد لله، ونفخر فيها في البنك، ونفخر كذلك بدعم الدولة لهذه الرياديين والرياديات. يمكن أحد أهم يمكن قصص النجاح اللي بدأت من البنك اللي هي بورغنايزر، هو شركة مطاعم وجبات سريعة، ومعروف الآن في سوق نمو بدأ من البنك. كذلك يمكن أحد القصص اللي أحب دائما أذكرها سيدة في منطقة المجمعة، أخذت تخصصها كان في العلاج الطبيعي، فبدل ما أن تبحث عن وظيفة فتحت مركز، وظفت اليوم مركز علاج طبيعي، مركز علاج طبيعي في المجمعة، وظفت. أنتم دعمتوها يعني. أوكي. فندعم مراكز طبية كذلك، ندعم شركات، مثلا أحد الشركات اللي دعمت بدأت تقريبا بتمويل 1.5 مليون، شركة اسمها مرن، تقدم نقاط البيع للتجار، وهذا يمكن جيد أننا نكون نربط كذلك عملائنا ببعض. هذه الشركة بدأت 1.5 مليون، اليوم تقريبا قيمتها 70 مليون ريال. والدعم، أنتوا مقدار الدعم هذا يعتمد على ماذا؟ يعني إن كان مثلا بمليون أو أقل أو أكثر، يعتمد على أي أساس؟ يعتمد على طبيعة المشروع. يعني إذا إحنا أخذنا مثلا في المناطق الطرفية، نشوف دائما الاحتياج يكون مثلا مقاهي، فتحتاج إلى 300,000 ريال، متوسطها 180,000 ريال. بعض المناطق لا، يعني في مشاريع مثلا زي المراكز الطبية تحتاج إلى 4 مليون ريال، وبعضها لا، تحتاج مثلا مشاريع أكبر تحتاج إلى 10 مليون ريال. تمنياتنا لكم بالتوفيق، وشكرا لكم على تواجدكم معنا. نائب رئيس تنفيذي لقطاع الأعمال في بنك التنمية الاجتماعية المهندس سلطان الحمدي، شكرا لك. شكرا شكرا. انطلقت أعمال ومنتدى الإعلام العربي في دبي بمشاركة أكثر من 3,000 من الشخصيات الإعلامية العربية والعالمية ضمن الحدث الإعلامي الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة. يحتفل المنتدى في هذه الدورة بمرور 20 عاما على انطلاقه بجلسات تستعرض الموضوعات المتعلقة بقدرة الإعلام على تقديم رسالة نافعة تعين صانعي القرار على مواجهة ما يحيط به من تحديات. وعلى هامش فعاليات المنتدى كرم الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم رئيس مجلس دبي للإعلام الفائزين بجوائز الصحافة العربية والإعلام المرئي. وفازت قناة العربية بجائزة الإعلام المرئي عن فئة أفضل برنامج اقتصادي، وهو مستقبل الطاقة. وفاز برنامج روافد بجائزة أفضل برنامج ثقافي، كما فاز برنامج صدى الملاعب الذي يبث على قناة NBC بجائزة أفضل برنامج رياضي عربي. وفاز الإعلام السعودي خالد بن حمد المالك رئيس تحرير صحيفة الجزيرة السعودية، رئيس هيئة الصحفيين السعوديين، رئيس اتحاد الصحافة الخليجية بجائزة شخصية العام الإعلامية. جاء منتدى الإعلام العربي يمكن اليوم كوقفة أنا أعتقد رئيسية للنظر في الواقع الإعلامي. نعم، هو منصة للالتقاء الفكر والحوار والنقاش وتبادل الخبرات والمعرفة، ولكن الأهم من هذا كله أنك أنت تنظر اليوم في واقعنا
نحن في عالم للأسف يعني متأثر جدا بكل ما يدور حوله في العالم، لأننا في الوسط، فهذه المنطقة التي أصبحت اليوم متأثرة اقتصاديا، عسكريا، سياسيا، اجتماعيا، تحتاج أيضا إعادة نظر. وننظر كإعلام اليوم من كافة أرجاء العالم وليس فقط المنطقة، كيف يكون الحوار، كيف نرتقي ونطور هذا القطاع. حقيقة بعد مشوار أكثر من 50 عاما في العمل الإعلامي، وأن يتوج هذا الجهد الذي مررت به، لا شك أنه إضافة كبيرة بالنسبة لي وعظيمة ومهمة، خاصة عندما يأتي من منتدى على مستوى العالم العربي ويحتفل بمرور 20 عاما على قيام هذه الجائزة. اختياري شخصية هذا العام، أنا يعني فخور بهذا الاختيار، خصوصا وأنها تتم وفق معايير مشددة في هذا الشأن، ومن خلال لجان ومجلس إدارة ولجنة الجائزة وغيرها. إلى الرياض الآن مع زياد عبيدات. شكرا خالد، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. أعلن المجلس الأولمبي الآسيوي عن فوز ملف تروجينا بحق استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في العام 2029، وذلك خلال الجمعية العمومية 41 والتي عقدت في كمبوديا. وحصل الملف الترويجي لاستضافة الدورة على استحسان أعضاء المجلس، لأنه يهدف إلى تطوير الرياضة الآسيوية بشكل عام والسعودية بشكل خاص في ظل رؤية العام 2030 تروجينا وجهة السياحة الجبلية العالمية في نيوم. وستكون أول مدينة تستضيف الحدث الشتوي في غرب آسيا، وتم الإعلان عن مدينة تروجينا للمرة الأولى في العام 2017، وهي مستوحاة من أجواء أفلام الخيال العلمي. يحل برشلونة الإسباني الليلة ضيفا على إنتر ميلان الإيطالي ضمن المجموعة الثالثة لمسابقة دوري أبطال أوروبا. وسيدخل الفريق الكتالوني اللقاء منتشيا بالفوز على ريال مايوركا في الدوري الإسباني. وتشهد قائمة الفريق العديد من الغيابات بسبب الإصابات، فيما يسعى إنتر للعودة إلى سكة الانتصارات والمحافظة على آماله في التأهل إلى الدور الثاني من المسابقة. وفي اللقاء الثاني من المجموعة نفسها يستقبل بايرن ميونخ الألماني فريق فيكتوريا بلزن التشيكي، ويأمل الفريق الألماني تحقيق الفوز الثالث على التوالي، وسيدخل المباراة بمعنويات عالية خاصة بعد الانتصار على باير ليفركوزن في الدور المحلي. في الجانب المقابل يأتي فريق فيكتوريا في آخر الترتيب من دون نقاط في هذه المجموعة، في الوقت الذي يتصدر فيه بايرن ميونخ الترتيب برصيد 6 نقاط. لقد انتصرنا على بايرن ليفركوزن، وهو أمر ضروري، أحد الروح للفريق. من وجهة نظري أعتقد أن اللاعبين قدموا مستوى جيد. الأسابيع القليلة الماضية كانت صعبة عليهم، جميع اللاعبين بذلوا أقصى ما لديهم ولم يتقاعسوا أبدا في العمل من أجل تحقيق الانتصارات.
ولكن الأمر لا يحدث دائما كما تريد. في الشامبيونز ليج من المهم أن نفوز على بلزن، كما أنه من المهم أن نتغلب على بروسيا دورتموند في الدوري الألماني. نعم الضغوطات في الدوري المحلي أكثر بكثير مقارنة بدوري أبطال أوروبا، ولكننا بشكل عام نرغب في الفوز بكل مباراة، وهذا ينطبق على مباراتنا المقبلة ولقاء يوم السبت أيضا. أتوقع من اللاعبين أداء رفيعا يحمل طابعا حماسيا تنافسيا. وفي المجموعة الأوروبية الرابعة يستعد توتنهام الإنجليزي لمواجهة فريق إنتراخت فرانكفورت الألماني، واستهل توتنهام مشواره في دوري الأبطال بالفوز على أولمبيك مارسيليا قبل أن يخسر أمام سبورتينغ لشبونة متصدر المجموعة بست نقاط. ويحتل فريق المدرب أنطونيو كونتي المركز الثاني بثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن فرانكفورت صاحب المرتبة الثالثة. ويستقبل مارسيليا الفرنسي ضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي ضمن المجموعة الأوروبية الرابعة، ويتصدر سبورتينغ صدارة المجموعة بست نقاط، ويأتي الفريق الفرنسي في المركز الأخير للمجموعة من دون نقاط، ولم يسبق لكلا الفريقين أن التقيا من قبل في هذه المسابقة. ومن جانبه سيكون نادي ليفربول الإنجليزي على موعد مع ضيفه رينجرز الإسكتلندي ضمن المجموعة الأولى لمسابقة دوري الأبطال، ويسعى فريق المدرب يورغن كلوب لمصالحة الجماهير بعد التعادل في الجولة الماضية من الدوري المحلي. ويملك الفريق الإنجليزي ثلاث نقاط من الفوز على أياكس الهولندي والخسارة أمام نابولي الإيطالي، بالمقابل لم ينجح الفريق الهولندي بتسجيل أي هدف، واستقبل تشيباكو سبعة أهداف ويحتل المركز الأخير في المجموعة من دون نقاط. نهاية أخبار الرياضة، شكرا لكم على حسن المتابعة وعودة إليك خالد. نبقى في أجواء الرياضة، نعيد التذكير بفوز السعودية باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية للعام 2029 التي ستقام في تروجينا إحدى مدن نيوم شمال غرب السعودية. كانت السعودية تقدمت لاستضافة الأولمبياد مطلع أغسطس المقبل الماضي عفواً، وتعد تروجينا وجهة سياحية جبلية عالمية في نيوم، وهي أول مدينة تستضيف الحدث الشتوي غربي قارة آسيا بعد الصين واليابان وكوريا الجنوبية وكازاخستان. يتوقع أن تشارك في الأولمبياد الشتوي أكثر من 32 دولة آسيوية في مختلف المسابقات. أعلن وزير خارجية أذربيجان جيهون بريموف دعم بلاده لملف ترشيح السعودية لاستضافة مدينة الرياض معرض إكسبو 2030، وذلك خلال كلمة افتتاحية ذكرها في حفل الذكرى 30 على نشأة العلاقات بين السعودية وأذربيجان. تتواصل فعاليات مهرجان أجا وسلمى في منطقة حائل الذي تقيمه وزارة الثقافة ويستمر حتى يوم الجمعة القادم. يتضمن المهرجان مجموعة من الفعاليات للتعريف بتاريخ وثقافة وطبيعة المنطقة. بين هذه الجبال رواية أسطورية راسخة في التاريخ والثقافة، إنها قصة جبلي أجا وسلمى
التي انطلقت منها وزارة الثقافة لإقامة هذا المهرجان لعرض طبيعة وتاريخ وثقافة منطقة حائل. زوايا متعددة من هوية حائل وظفها القائمون على المهرجان، منها هذا الركن المخصص للكتابة الثمودية التي تنتشر في المنطقة، وبجانبه ركن آخر لاستعراض صناعة المباخر الحائلية. تعليم الأطفال على الكتابة بالخط الثمودي وكتابة الأسماء للزوار بالخط الثمودي، لأن حائل تنتشر بال الكتابات الثمودية خصوصاً بجبة. النقص الأول يعتمد على المرايا وعلى المسامير وعلى بعض الشيء اليدوي طبعاً. أنا حاولت أطورها المبخرة على شكل تلبيسة نحاسية وأسماء ونقوش وأشياء أفضل من ما كانت زمان. واليوم أنا أشارك في مهرجان أجا سلمى في نفس صناعة المباخر. المهرجان يتضمن مجموعة أخرى من الفعاليات، منها عروض فلكلورية لثقافات متعددة وأركان للصناعات الحرفية وموقع لمشاهدة النجوم وأركان للتعريف بإرث المنطقة الثقافي مع مكان مخصص للمطاعم والمقاهي. وبالإضافة إلى مهرجان أجا وسلمى، تقيم وزارة الثقافة في الأسبوع الحالي مجموعة من المهرجانات الثقافية، أبرزها مهرجان القهوة السعودية ومهرجان الغناء بالفصحى ومهرجان الموسيقى الكورية. سلمى الراجحة، العربية، حائل. الأمطار الساقطة خلال 78 يوما القادمة تعتبر الأمطار الأهم في السنة، لأنها منبتة لجميع الأعشاب البرية. خالد الزعك. الثمان وسبعين يوماً القادمة هي الأيام الألطف في السنة، 13 يوم من آخر سهيل واثنين وخمسين يوماً الوسم وثلاثة عشر يوم من أول المربعانية. فالأيام الأخيرة من سهيل الأصل فيها الحرارة النهارية والاعتدال الليلي، والأيام الأول من المربعانية الأصل فيها البرودة الليلية والاعتدال النهاري، وبينهما موسم الوسم يأخذ من هذا وذاك، فنعيش حالات صيفية في حال النهار وحالات شتوية في حال الليل، ولن تستقر البرودة الليلية إلا مع دخول موسم المربعانية. حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدار بدار قراري، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، فالعيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري. والأمطار الساقطة خلال 78 يوماً القادمة هي الأمطار الأهم في السنة، ليش؟ لأنها منبتة لجميع الأعشاب البرية، الروض والنفل وحتى الفقع هذا بلبر، والبحر منبتة للؤلؤ المسمى عند العامة بل حص، ولذلك قالوا فقع في البر وحص في البحر، لو كان سكنايا فيك منقصة لم يكن الدر ساكن. الصدفي. قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن إعادة إعمار المناطق التي تضررت جراء الفيضانات ستستغرق سنوات طويلة. يأتي ذلك بينما رفعت الأمم المتحدة تمويل حملة ندائها الإنساني من أجل باكستان يصل إلى 816 مليون دولار في إطار المساعي للسيطرة على تفشي الأمراض التي تنقلها المياه في أعقاب أسوأ فيضانات تشهدها البلاد منذ عقود.
في الولايات المتحدة تخطى عدد القتلى جراء الإعصار إيان حاجز 100 وسط انتقادات حادة لمسؤولي الطوارئ في ولاية فلوريدا بسبب تأخر رفع حالة الإنذار وإخلاء المناطق المنخفضة عن سطح البحر. بحسب تقرير لشبكة NBC فإن السكان في بعض المناطق التي تضررت بشدة لم يتلقوا تحذيرات مسبقة. وقع ما لا يقل عن نصف الوفيات المسجلة حتى الآن في مقاطعة لي، حيث وصل الإعصار إلى اليابسة وصنف من الفئة الرابعة. الختام بالعناوين. 19 يوما من الاحتجاجات في إيران، رئيس هيئة الأركان يتوعد المحتجين بالقمع. الأمير محمد بن سلمان يطلق شركة داون تاون السعودية، تطوير وفرص عمل في 12 مدينة. أكثر من 29 ألف مستفيد من قروض البنك السعودي للتنمية الاجتماعية في الربع الثالث من العام الجاري. السعودية تفوز باستضافة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 في تروجينا بنيوم. انطلاق مهرجان أجا وسلمى، فعاليات توثق تاريخ وثقافة منطقة حائل في شمال السعودية. إلى اللقاء.